وتحية كبيرة لمطربة الفقراء ومطربة الشعب والمساكين والمتخلفين ذهنيا والمعوقين وإلى كل التيهين في بحر الشعب وللعيني البايزين. ونحب تطلع على الستيج معايا عشان تغني لجمهورك الجميل أغنية تعبر عن حبك ليهم. أول جمهور المتخلف ذهنيا. بزميلك ده منظر متخلف ذهنيا. ده أنا عاقل. ليه الشرف اللي أنا مغني المتخلف ذهنيا يا حبيبي؟ طبعا بس أنت سامعة ليه الشرف؟ لأنه مش من كان يوصلها متخلف ذهنيا. يعني مفيش غير مايك واحد يعني؟ شوف. طب سامعة هقدمك. لا هقدمك للجمهور ولا للشعب الفقراء. لا 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 تقديمك جديد والى فقرونة الفنانين وفقرونة الوسط الفني الفقرونة يعني سلحفة الماء سلحفة المية السلحفة اللولبية بدرية وسوف تقدم لنا الآن أغنية من أروع أغانيها اللي بتطرش بيها جمهورها العزيز. ونحب نسألك تقولي كلمة واحدة لجمهورك تحب تقولي له ايه؟ زقيني في الجلدة بحبكم كلكم. لا 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 بدري كلمتين. زقيني في الجلدة زقيني في الجلدة زقيني ده ايه؟ شبيها رحمة.